السؤال الثاني بيقول كاظم الغيظ، هذه من افضل الطاعات. كاظم الغيظ من افضل الطاعات، ويقال بان من كاظم غيظه ينادى عليه في الملأ الاعلى في عرصات يوم القيامه ان يتخير من حور حور العين ما شاء. فحور العين اصلا الجمال فيها جمال عجيب، كما وصف النبي الامين صلى الله عليه وسلم، عارف لو وضعت اصبعها في السماء لملأت الدنيا مسكا وطيبا ونورا من جمالها، يرى مخ ساقها من يعني من شفافيه بدنها من شده الجمال الذي جعل الله فيها. اترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول مررت على قصر منيف، قلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب، قال فوجدت فيه امراه وضاء، وتعلم ما معنى وضاء، شده البياض من الجمال في هذا الباب كانها يعني اضاءت ضوء القمر بل فوق القمر. وضاء كانت تتوضا ايضا زياده في الخير. فمن كظم غيظه ينادى في السماء يعني في عرصات يوم القيامه ان يتخير من حور العين ما شاء. وايضا كظم الغيظ من افضل الطاعات، هذه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعه ولكن الشديد الذي يعني يكظم غيظه عند الغضب. قال الله تعالى يعني يقال في عروه بن الزبير، نعم او يعني عروه عبد الله بن الزبير كانت عنده امه يعني كسرت شيئا امام الناس او قدمت شيئا فأساءت في التقديم، فاشتاط غيظا عليها فقرأت عليه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، فقال كظمت غيظي، قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قالت والله يحب المحسنين، قال ذهب فأنت عتيقة، فأعتقها للإحسان. وقد قال الله تعالى مبشرا هؤلاء الذين يقدمون الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ اللهم اجعلنا من